أهلا بكم مشاهدينا في جولة جديدة للصحف، نتابع فيها أبرز ما تناولته الصحف من المستجدات المحلية أيضا والدولية. البداية دائما مع الشأن المحلي، حيث نتابع في أورت بوينت نيوز: الحكومة الموازية قلقة من خطط لتشكيل لجنة قيادية ليبية، حيث قال عارف النايض مبعوث الحكومة الموازية غير المعترف بها دوليا، قال إن الحكومة الموازية تشعر بالقلق من حقيقة أن مؤتمر برلين المقبل حول عملية السلام الليبية يتوخى إنشاء لجنة تضم مختلف الفصائل الليبية، أيضا اختيار القيادة المستقبلية للبلاد. كما تصر الحكومة الموازية على أن مجلس النواب الذي يتخذ من طبرق مقر له يجب أن يكون له الدور المطلق في عملية صنع القرار. وكان قد صرح المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة في نوفمبر أن إحدى النتائج الرئيسية لمؤتمر برلين المتوقع عقده في يناير تتمثل في إنشاء لجنة متابعة ستعمل مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتنفيذ قرارات المؤتمر. وهناك عيب آخر مهم للغاية في مؤتمر برلين، يتمثل في تصور لجنة تختار لقيادة البلاد للفترة المقبلة، التي من المفترض أن تتكون هذه اللجنة من 13 شخصا من مجلس النواب و13 من مجلس الدولة و13 من تختارهم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وقال النايض أيضا: نعتقد أن البرلمان يجب أن يكون لديه 100% من القرار بشأن من سيعين رئيسا للوزراء، ويجب ألا يتم تخفيضه إلى أقل من الثلث في هذا المخطط. أيضا تشعر الحكومة الموازية التي تتخذ من طبرق مقرا لها بالقلق من أن حكومة الوفاق الوطنية المعترف بها دوليا ستكون قادرة على دفع مرشحين مواليين لها في ثلث العدد الإجمالي المكون من 13 شخصا، وبالتالي ستسيطر على اللجنة وتهيمن على البلاد لسنوات قليلة أخرى. ونطالع في الأور المتوسط، حيث تكشف عن شهادات لمرتزقة سودانيين يقاتلون في ليبيا. قال المرصد الأور المتوسطي لحقوق الإنسان إن مئات المرتزقة من قوات الدعم السريع وحركة العدل والمساواة السودانية انضموا للقتال في ليبيا نهاية ديسمبر الجاري ضمن قوات خليفة حفتر في مواجهة حكومة الوفاق الوطني. وأضاف أيضا الأور المتوسطي إن تعاقد دول مثل الإمارات مع مرتزقة سودانيين وغيرهم من الجنسيات هو عمل مشين وحاط بالكرامة يستدعي المساءلة، موضحا أن عدد المرتزقة السودانيين في ليبيا بلغ حتى اليوم نحو 3000 مقاتل تسببوا بانتهاكات مروعة لحقوق الإنسان وشاركوا في قتل مدنيين ليبيين. وبين الأور المتوسط أن عددا كبير من هؤلاء المرتزقة لديهم خبرة سابقة في القتال نتيجة مشاركتهم في حرب دارفور، موضحا أنه وثق إفادات لمقاتلين السودانيين أو كانوا قادمين إلى ليبيا وبيّنوا من خلال إفادتهم كيفية وآلية وصولهم إلى ليبيا وانضمامهم إلى قوات حفتر والأسلحة التي كانت بحوزتهم والمقابل المادي الزاهد الذي كانوا يتحصلون عليه. وفق إفادة أحد المرتزقة الذين كانوا يقاتلون مع حفتر بغريان في ليبيا هو من دارفور، فإنه جاء لليبيا بغرض القتال مقابل 1000 جنيه سوداني شهريا أي 22 دولار أمريكي، مبينا أن أكثر من 25 فردا نقلوا إلى ليبيا عن طريق الصحراء بشكل جماعي. ونقرأ في الرائد تقريرا يحمل العنوان التالي: رداءت الطريق الساحلي تحصد أرواح مئات الليبيين سنويا، حيث تسبب تهالك الطريق الساحلي بليبيا في حصد أرواح الليبيين إذ أصبحت الطريق هاجسا يهدد حياة المارين فيه، وفي الوقت الذي أعلن فيه مسؤول بمصلحة الطرقات عدم تنفيذ أي مشروع لصيانة الطرقات منذ 8 أعوام. يتساءل المواطن خليل الأغا: هل ما تسير عليه مركبتنا طريق حقا أو مركباتنا؟
ويعلق أيضا الأغا قائلا: لا يكاد يمر يوما إلا ونسمع عن فجعة في الطريق الساحلي وعائلات بأكملها يتوفاها الأجل، مشيرا إلى أن ذلك وضع ليبيا في مكانة متقدمة من الدول التي يموت مواطنوها في حوادث السير، والسبب رداءة الطرق وعدم صلاحياتها. ويرى مسؤول الأعلام بوزارة الداخلية بالمنطقة الوسطى العميد عبد العاطي حويلة أن 60% من حوادث السير التي سجلتها المنطقة الوسطى خلال العام الجاري يتحملها رداءة الطريق الساحلي التي تفتقد لأي تخطيط، وتتزايد أيضا فيها الحفر بين مرة وأخرى. كما يقول عميد بلدية قصر خيار إن مجلسه ناشد الدولة مرات عدة لصيانة التحويلات، إلا أن دخولها للصيانة في فبراير العام الجاري جاء بعد وفاة عائلة ليبية من 4 أشخاص، مطالبا الدولة بصيانة الطريق الساحلي من تجورة إلى الزيتن. هذا وأكد أيضا رئيس المصلحة بالمنطقة الوسطى المهندس محمد الفدا مطالبتهم عدة مرات الحكومة بضرورة إجراء صيانة طارئة لبعض المناطق بالطريق الساحلي وتخطيط الطريق بشكل مناسب، لكن يتم صدهم بعدم وجود ميزانية لذلك. ونقرأ أيضا في عين ليبيا المجعي: تعزيزات جديدة لمحاور القتال بعد إعلان النفير في عدة مدن. ونطالع في صدى حكومة الوفاق تصدر قرارا بتشكيل لجنة لصرف المرتبات المتأخرة للشركات المتعثرة ماليا. أما في بوابة الوسط نتابع صنع الله يترأس عمومية الشركة الوطنية لتموين الحقول والموانئ النفطية في 2019. حيث نشرت في العربي الجديد تقريرا يحمل العنوان التالي: تفاصيل خطة قمة برلين للحل في ليبيا. كشفت مصادر ليبية أن كواليس الأعداد لقمة برلين انتهت بوضع خطة جديدة تتماشى مع الرؤية التي طرحها المبعوث الأممي غسان سلامة تمهيدا للحل في ليبيا، مبينة أيضا أن الأطراف التي تعمل على الأعداد لقمة برلين على قناعة بأن رؤية سلامة تشكل الإطار الواسع والأقرب لحلول واقعية في ليبيا. وأكدت المصادر أن حكومة الوفاق تعاطت مع الجهود الجديدة، فيما أكد برلماني مقرب من خليفة حفتر أن الأخير لا يزال يماطل في القبول بها رغبة منه بإحراز المزيد من التقدم العسكري في عدة نقاط غرب البلاد، وتحديدا في العاصمة طرابلس، بهدف تحسين شروطه التفاوضية. هذا وكشف المصادر أو كشفت المصادر أن شكل الخطة الجديدة يتمثل في تشكيل مجلسين: الأول عسكريون يضم ضباط ممثلين لحفتر وآخرين لحكومة الوفاق، والثاني وطني يضم 80 شخصية وطنية ليبية يمكن أن تنوب عن السلطات التشريعية التي أفرزها الاتفاق السياسي عبر غرفتين هما مجلس النواب ومجلس الدولة. وحتى الآن لا يزال حفتر يماطل بتقديم شخصيات عسكرية تمثله لتكوين مجلس عسكري، فيما رشحت الحكومة في طرابلس 5 شخصيات عسكرية تمثلها، ويناط بالمجلس العسكري مهام الأعداد لتصور لوقف القتال وتحديد النقاط التي تعسكر فيها كلا القوتين جنوب طرابلس، أيضا تمهيدا لحوار أمني شامل في ليبيا ينتهي بتوحيد المؤسسة العسكرية في البلاد. وقال أحد أعضاء مجلس النواب: قال إن حفتر وجد في التطورات الجديدة فرصة للمماطلة، لكنه يدرك جيدا أن الخطة الجديدة التي تعمل واشنطن على فرضها ستنتهي إلى التطبيق، مبينا أنه يحاول حاليا تهديد مصراتة لتحييدها عن ساحة الحرب في طرابلس بعدما فشل سابقا في إنجاز ساعة الصفر التي أطلقها قبل أسبوعين معولا على خلايا مسلحة نائمة داخل العاصمة طرابلس. We'll be right back.
ولمناقشة أبرز ما جاء في التقرير نستضيف عبر السكايب من لندن عبد الله الكبير. بداية أهلا بك سيد عبد الله. بداية سيد عبد الله، بعد انطلاق هذه الخطة المتوقعة أن تكون ضمن مؤتمر برلين التي طرحها المبعوث الأممي غسان سلامة، حفتر اليوم يماطل في هذا الموضوع، أيضا يتوهم أنه سوف يحقق تقدمات كبيرة على الأرض وسوف يحرز تقدم في جنوب العاصمة طرابلس، كيف تعلق على ذلك؟ نعم، الخطة التي نشرت في صحيفة العربي الجديد ونسبت إلى المبعوث الأممي السيد غسان سلامة هي مجرد مقترح. نعم، هناك تحركات دولية من بينها أمريكا تحاول إيجاد مقاربة لتفاهمات اقتصادية أمنية تمهيدا إلى حل سياسي مؤقت يشمل الطرفين المتصارعين كما ترى أمريكا وكما ترى البعثة الأممية. البعثة الأممية أعتقد أنها تتماهى مع هذا الطرح، وهو أنه إذا تمكنت القوى الكبرى من فرض وقف القتال فإن هذا يتطلب ترتيبات عسكرية تقتضي وجود ضباط من الجانبين، من قوات حفتر ومن قوات حكومة الوفاق، تشرف على تنفيذ خطوط التماس و المواقع التي يتمركز فيها مقاتلو كل جانب، بالإضافة إلى الترتيبات الأمنية الأخرى ومحاولة المقاربة السياسية بتجاوز البرلمان والأجسام الموجودة الآن وتشكيل مجلس تشريعي يضم شخصيات وطنية مختلفة. نعم. بالنسبة لحفتر كما ذكر المقال، بالطبع حفتر لأنه لا يريد حلول سياسية والآن يلعب على وتر هذه الخلافات الدولية والصراعات الدولية حول ليبيا ويريد أن يتقدم أكثر، إن لم يتمكن من السيطرة على العاصمة كلها وينسف كل هذه الخطط وهذه المقترحات فعلى الأقل يتقدم قليلا نحو العاصمة ولا يبقى فقط في جنوبها حتى يصبح موقعه التفاوضي أكبر وأفضل على اعتبار أنه صار شريكا في السيطرة على العاصمة مع حكومة الوفاق الوطني. نعم أيضا سيد الكبير، برأيك هل سيتم تطبيق هذه الخطة على أرض الواقع؟ أيضا هل سيقبل خليفة حفتر بهذه الرؤية ويتم تطبيقها؟ وارد في الحقيقة، ولكن الحقيقة أنا أستبعد أن هذه الخطة ستلاقي قبول من الأطراف المحلية، وحتى إذا تجاوزنا الأطراف المحلية على اعتبار أنها لم تعد فاعلة بشكل كافي في الأزمة الليبية أو بشكل مؤثر، فالأطراف الدولية لم تتوافق حتى الآن على إنهاء الصراع. ربما تكون هذه الخطة جاهزة قبل مؤتمر برلين بعد التشاور حولها من قبل القوى الكبرى والقوى والدول المنخرطة في الصراع الليبي، ربما تشكل حافز للدول الكبرى لفرض حظر توريد السلاح إلى ليبيا، لفرض وقف إطلاق النار، وتكون هذه الخطة جاهزة للتطبيق إذا وجدت القوى الكبرى والدول المنخرطة في الصراع الليبي أنها حاضرة في هذه الخطة وحاضرة في المشهد الليبي المرتقب بعد وقف القتال. في اعتقادي أنه إذا وصل المجتمع الدولي إلى مناقشة هذه الخطة ومحاولة تنفيذها سيصل حتى إلى تسمية الشخصيات الرئيسية في هذه الخطة، بمعنى أن المجلس الرئاسي الذي سيتكون من ثلاث شخصيات ستكون الدول الكبرى متوافقة على الأسماء، أي لن يكون للليبيين أي دور في تشكيل المشهد السياسي المقبل بعد وقف إطلاق النار إذا ما قدر لهذه الخطة أن تكون ضمن مخرجات مؤتمر برلين. نعم أيضا خليفة حفتر اليوم يصر على تهديد مدينة مصراتة ويحاول إبعادها من المشهد حاليا أيضا من ساحة المعارك، لماذا مصراتة تحديدا؟ لأن مصراتة لها ثقل كبير في ميادين القتال في الدفاع عن طرابلس ولها قوات موجودة في مدينة سرت. يعتقد حفتر أنه بتحييد مدينة مصراتة ربما يكون الأمر أسهل في الوصول إلى بعض الأحياء في قلب طرابلس، ربما هذا التصور هو الذي دفعه إلى تهديد مصراتة محاولا تحييدها لكي تسحب كتائبها والقوات التابعة للمنطقة العسكرية الوسطى. كل
هذا او كل هذه المحاولات وقد مات بالفشل. يعني رفضت مطراتة التوقف عن الدفاع عن العاصمة، رفضت الاستجابة لتهديدات حفتر بل سخرت منها، والبارحة رأينا أهالي مطراتة وشبابها يتدفقون إلى الشوارع سخرية من المهل التي يمددها حفتر. كل ذلك يؤكد الإصرار على الدفاع عن العاصمة ورفض مشروع حفتر العسكري من قبل مطراتة، إلى جانب المدن الأخرى التي هي أيضا لا يقل استبدالها ودفاعها عن العاصمة ضد مشروع حفتر عن ما تقدمه مدينة مطراتة. هو جهد واحد يلتقي فيه الأحرار من كل المدن التي تقدم شبابها الآن دفاعا عن العاصمة. ستبوء محاولات حفتر لتحييد مطراتة أو أي مدينة أخرى تساهم في صد هذا العدوان بالفشل، وسيستمر النضال والكفاح والصراع معه حتى دحره تماما وتبديد أحلامه في السيطرة على ليبيا. النتائج المتوقعة من مؤتمر برلين في حال تم الموافقة على الرؤية التي طرحها المبعوث الأممي، هل سيتم إيقاف القتال الموجود حاليا داخل العاصمة؟ هل سيكون هناك أي حوار بين الطرفين؟ لا، في الحقيقة مؤتمر برلين أنا لا أتصور أنه سيصل إلى مناقشة هذه الخطة. مؤتمر برلين أقصى ما يمكن أن ينتج عنه في تقديري هو فرض حظر توريد السلاح إلى ليبيا تمهيدا إلى وقف إطلاق النار إذا مارست الدول المنخرطة في الصراع الليبي وقررت وقف القتال. هذا يمكن أن يمر عبر مؤتمر برلين، أن تؤخذ العملية السياسية مع الجهد الدولي لإيقاف القتال في حزمة واحدة، أنا الحقيقة ما زلت أستبعده ولا أنفيه تماما. ربما تتوافق القوى الكبرى والدول المنخرطة في الصراع الليبي إلى وقف القتال، وهذه الخطة تراها مقبولة ويتم مناقشتها في مؤتمر برلين. هذا وارد ولكني لا أضعه كاحتمال أول. بالنسبة لمؤتمر برلين فاعتقادي إذا قدر له أن ينعقد لن يتجاوز موضوع الحرب وموضوع حظر توريد السلاح إلى ليبيا ومنع تحول الحرب في ليبيا إلى صراع بالوكالة. نعم، الصحفي عبد الله الكبير كنت معنا عبر سكايب من لندن، عفوا، شكرا جزيلا لك. أما الآن مشاهدينا نتابع أبرز ما جاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي في فقرة منصات، والبداية من فيسبوك حيث علق فرج فركاش على تصريحات الفاعلين على الساحة الدولية قائلا: التصريحات الأخيرة من الفاعلين على الساحة الدولية في ساحة ليبية منها تصريحات السيسي أردوغان حول أولويات الحلول السياسية والعودة للحوار وخطة الأمم المتحدة المسربة، وأيضا تواصل إيطاليا مع أمريكا والتحركات الحثيثة للاتحاد الأوروبي، كلها توحي بقناعة أن الاعتماد على الحل العسكري سيكون من أحلام الماضي قريبا مهما صدر من تصريحات عنترية من الأطراف الداخلية. أيضا علق علي فيدان على صفحته قائلا: خطاب تعبوي ضد مصراتة كانت نتيجته عكسية، المشكلة أن حفتر في لقاءاته لا يهاجم مصراتة مباشرة بل يتوارى عن الأنظار ويترك للمسماري مهمة التهديد، يصمت وهو يترك قناة ابنه صدام تشيطن على مصراتة وتحرض عليها في الليل والنهار، يعطيها من طرف اللسان حلاوة ويقصفها متى تحين الفرصة، لكن على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وعلى قدر دماء شهدائها يكون النضال، وعلى قدر تضحيات تكون الأمال. أيضا كتب إبراهيم جرادة على صفحته قائلا: من الفروقات السراج يتفقد عدة مستشفيات في طرابلس، أما حفتر في غرفة عمليات المنطقة الغربية. والانتقال إلى الشأن الدولي حيث نقرأ في الأناضول: روسيا تتهم غوتيريش بالتواطؤ مع واشنطن في منع إصدار تأشيرات لضباطها. ونتابع أيضا: تركيا تتعهد بمتابعة قضية مقتل خشقشي لأقصى مدى، وتؤكد الحكم الذي أصدرته الرياض إهانة لذكاء المراقبين. كما نطالع في دوتشيفيلا: إعصار أنفون يشل الحياة في أجزاء واسعة من الفلبين.
كما عنونت الجزيرة: هل الوضع الليلي بالهواتف الذكية يساعدنا على النوم؟ حيث توفر الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية خدمة الوضع الليلي الذي يقلل كمية الضوء الأزرق لتسهيل النوم، ولكن هل هذا صحيح فعلا؟ دراسة جديدة تقدم الإجابة. يشاع لدى الكثيرين أن الضوء الأزرق المنبعث من الشاشات الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية يسرق النوم من العيون، ولهذا السبب أدخلت شركات تصنيع الهواتف الذكية ما يسمى بالوضع الليلي من أجل تسهيل النوم مباشرة بعد إطفاء الهواتف قبل النوم. الدراسة الجديدة قام بها باحثون بجامعة مانشستر خلصت إلى أن الضوء الأزرق ليس له أي تأثير سلبي على النوم، وبالتالي فإن خاصية الوضع الليلي ليس لها أي تأثير. ويوضح الباحثون أن تشغيل الوضع الليلي للهاتف يمكن أن يرسل إشارات متناقضة، ورغم أن الضوء خافت بعض الشيء فإن النسبة المئوية المرئية للأصفر قد تلغي هذا التأثير أو تعكسه. أما الآن نختتم هذه الجولة بهذه الرسومات، وإلى اللقاء.